عدنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد ونحن نفتح هذا الملف، ملف يعني الوقت الضائع لدى الطالب وأيضا عدم استغلال إجازة نهاية الأسبوع في يعني أنشطة وأساليب معينة تعود لها بالنفع لحياته العلمية. أعود لك دكتور محمد القحطاني، وأنت أستاذ في علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود، ويعني سألتك قبل الفاصل عن ما هي الأساليب أو يعني التجارب اللي مطبقة ممكن في دول أخرى ممكن أن نطبقها على شبابنا ليستغلوا أوقاتهم وقت نهاية الأسبوع. ممتاز، سؤال ممتاز. طبعا في البداية في عدد من الجهات تشترك في تعليم أبنائنا وبناتنا كيف يقسموا الوقت. جميل. أول شيء الوالدين أو المربين، في عدد من نظريات التعلم احنا ندرسها لطلاب الدراسات العليا اللي هو كيف نكسب اي شخص اي سلوك مرغوب احنا نبغاه. جميل. اي من ضمن هذه النظريات اللي هي نظريه ديفيد سكينر او برنت كونديشنينج اللي هي نظريه الاشتراط الاجرائي، تقوم على التعزيز. تقوم على التعزيز، يعني يمكن ان الوالدين يعملوا جدول، ها، يقوموا بتقديم تعزيز او معززات مرغوبه للابن او البنت اذا قاموا بالسلوك المرغوب. يعني مثلا إذا زار أقاربه في يوم الويكند، إذا تعامل مع أهله بشكل مناسب، إذا صلى مع أبوه الجمعة أو حافظ على الصلوات مثلا. صحيح. يحصل على تعزيز. صحيح. ولازم الوالدين يشكلوا في عملية تقديم التعزيز، مرة مدح مرة ثناء مرة مال إلى آخره. نعم. طبعا هذه لها أيضا النقطة الثانية. النقطة الثانية أيضا الجامعات، ها؟ الجامعات لها دور في ذلك، مثل زي عقد المؤتمرات، الندوات الخاصة بالطلاب، الحصص، إلى آخره، ها؟ التوجيهات أيضا. بس خلينا نكون واقعيين شوي دكتور. إيه؟ يعني سم. دكتور محمد، هل إيه؟ الطلاب فعلا يتفاعلون مع هالمحاضرات؟ يعني لو بتجيب له مثلا محاضرة، يعني أنا أجزم أنه ما راح يحضر هالمحاضرة إلا على حسب من هو المتحدث أو من هو الملقي. إذا كان له صدى إيجابي من قبل المجتمع فسيحضرون من أجله، ليس من أجل الموضوع الذي سيطرح. ممكن أنه يصل لهم إلا عن طريق يعني لأنه محبوب. نعم. هذه مشكلة أيضا. جيب لي إياها يلا. طيب. يعني أسلوب نفسي. الله يسلمك. إحنا طال عمرك في الجامعة عندنا نتبع سياسة، يعني أتكلم لك عن جامعتنا، يكون في عندنا ندوة أو خاصة بالطلاب أو ورشة عمل أو مؤتمر، يطلب من جميع أعضاء هيئة التدريس الموجودين في الكلية من الساعة 10 إلى 12 مثلا الندوة، نأخذ طلابنا وننزل لهذه الندوة، ها، أو لهذا المؤتمر أو لهذه ورشة العمل. فينزل الطلاب، نكسر الروتين أول شيء من جهة اللي كل شوي درس درس درس، ها، ونخلي الطلاب تسولف مع بعض وتنزل تقهوة وتتفرج تستفيد من بعض الإرشادات. الطالب اللي ما يستفيد مثلا من الجامعات ولا يستفيد من أولياء الأمور الإعلام، زي قناتكم القناة الممتازة هذه. جميل. اللي يعني تستقطب الناس الخبيرين والمتخصصين اللي تعطي بعض الحلول للطلاب والطالبات، هو جالس في البيت. صحيح. يقدر يتعلم كيف يستثمر وقت فراغه بشكل مناسب. أيضا النقطة الرابعة، النقطة الرابعة والأخيرة اللي هي جماعة الأقران. جميل. اللي هو جماعة الأقران أو الصحبة. للطلاب والطالبات دائما صحبة، هذا لهم دور كبير. صحيح. في التأثير عليهم في كيفية استغلال وقت الفراغ. أكيد. لازم أكيد. الخليل له دور أيضا يعني كبير في هذا. نعم. الجانب. دعنا نستقبل اتصال أيضا من طالب محمد. نعم. خالد الحسين، طالب من جامعة الملك سعود. أخوي محمد مرحبا بك. أخوي محمد، محمد للأسف فقدنا الاتصال. دعني أعود يعني للطالب عبد الرحمن وأسألك، أنتم كطلاب هل تتفاعلون حقيقة مع يعني الأنشطة اللي تقوم بها الجامعة؟ وأسألك عن نوعية الأنشطة أيضا اللي في الجامعة، هل يعني لك علاقة معها عن قريب أو من بعيد سمعت عن هالأنشطة وتعرف تفاصيلها مثلا، أو استهوتك مثلا، استهواك نشاط معين في الجامعة يعني وجدت نفسك فيه؟ الأمانة لا. السبب ليش؟ وجهة نظري أنه أغلب الندوات أو الحاجات اللي تعمل هذه غالبا ما تكون شوي نظرية تقليدية تقليدية. معليش على الكلمة، أحيانا تكون بس لهدف الإعلام أنه إحنا سوينا الندوة سوينا اللي علينا. للأسف يعني أنا أكون صريح شوي. صحيح. معك. لا لا بالعكس، تعجبني صراحتك. محمد عبد الرحمن عفوا. أيوة. فهذا من ناحية. دعني أعلق على نقطة برضو، مسألة القراءة. يوم قلت لي على القراءة، القراءة ترى ارتبطت عندنا شوي بالمذاكرة. يعني إذا تقرأ
يا أخي ما طفشتها من الكتب اللي عندك في المدرسة ما أه. فصارت أصلا مفهوم القراءة عندنا ما في تحبيب من الصغر للأسف يعني. فهالشيء اللي خلى ثقافة المجتمع للأسف مهي بالمستوى اللي الواحد يطمح له. صار ثقافتهم وشفت مباراة اليوم مثلا مع الرياضة ما عندي يعني ضدها شيء بالعكس، لكن وش شفت اللي صار اليوم، شفت اللي صار في الشارع، شفت المضاربة، شفتها كلها، شفت إيش صار إيش وش سالفة قيل وقال يعني. أيوة يعني كلها قالوا كذا وصار كذا. فهذا الخلل. بالنسبة يعني في نقطة ثانية برضو اسمح لي، عندنا خلل في نقطة اللي هو اللي ما ينجح في الجامعة وين يروح؟ برا أو في الدول الثانية في أي مكان عادي مرحب أنه يدخل مجالات ثانية إذا أنا إبداعي مو في الجامعة. لكن عندنا مكرس الأب والأم أو المجتمع نظرة تطلع دكتور، تطلع مهندس، تطلع عدة حاجات، محامي، شيء كذا، ما تطلع منهم. إذا طلعت منهم أنت فاشل، والفاشل هذا خلاص يعني نظرة أيضا المجتمع لتخصصك أيضا تلقاه ما يتقبل معه. طيب برجع لك عبد الرحمن ودعني أسألك دكتور محمد، الآن الجامعات لديها مساحات هائلة ممكن أن تستغلها لاستقطاب الشباب. أولا الجامعة من بعد الساعة يعني 3 العصر يوم الأربعاء ولا خلينا نقول 6 المساء تكفل الجامعة، تجيها الساعة 7 لو بس ما رايح المستشفى الجامعي مثلا على سبيل المثال، تشوفها مدينة أشباح حقيقة يعني شيء مخيف ما فيها أحد نهائيا، وما كنك تشوفها الجامعة الصرح التعليمي اللي أنت دارس فيها الصباح، تجيها في المساء بيت أشباح حقيقة يعني ما فيها أي أحد يعني، وفي مساحات هائلة لم تستغل. طيب على سبيل المثال هل هنالك مقترحات معينة ممكن تستفيد منها الجامعات تقدمها لنا ل يعني تقديم أنشطة يعني طرح مثلا أندية مثلا في حرم الجامعي، إنشاء أندية عفوا في الحرم الجامعي، تنويع الأنشطة، ما في نشاط في الجامعة إلا كورة حقيقة يعني. الكورة هي يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول أنه هو متنفس حقيقي لهواة كرة القدم. نعم ممتاز. طبعا احنا لما جتنا لجنة الجودة من خارج المملكة علشان احنا الآن نسعى إن شاء الله في الحصول على الاعتماد الأكاديمي الأكريديتيشن، كان من ضمن الركومنديشنز حقتهم اللي هي التوصيات أنه لابد من زيادة فعالية الجامعة للأنشطة الطلابية. يعني مثلا لابد للجامعة من توفير كافي شبات أكثر، أندية أكثر، تنوع في وسائل الرياضة للطلاب، مو بس يعني خلي الطالب يعني تصبح الجامعة يعني صرح تعليمي ومتنفس أيضا له. أي نعم ممتاز. حتى يعني من ضمن الحلول اللي ممكن تساعدهم قبل ما تتخذ الجامعة أي مشروع، مثلا تبغى تنشئ نادي أو تبغى تنشئ كافي شبات أو ممكن تنشئ مثلا أسواق صغيرة أو جلسات معينة بخضار معين يجلس فيه الطلاب، هذه ممكن الجامعة تقوم بعمل استبيان. نعم استفتاء مثلا استفتاء للطلاب. صحيح هذه خطوة جيدة دكتور. أي للطلاب والطالبات يعني ممكن يوزع ورقيا. إذا كان مثلا في البداية ممكن بعضهم يقول يعني ورقيا صعب أن نعطي كل الطالبات أو الطلاب، ممكن نبدأ فيه مثلا أو ما يتفعلون، ممكن نبدأ فيه كالصفحة الإلكترونية. مثلا إيش هي هواياتك، إيش الرياضات اللي ترغب فيها، وش وقت فراغك اللي تحب تقضيه فيه، يعني إلى آخره. فهنا ممكن الجامعة تقدر تأخذ رؤية عن الأشياء المرغوبة اللي يحبونها الطلاب والطالبات قبل ما يبدوا في عملها. هو مجرد هالخطوة هذه معناتهم تحركوا يعني معناتهم في توجه، وأنا أتوقع أن الجامعة بالعكس ما أتوقع أنها عاجبها الحال. والله ما أتوقع أنها عاجبها الحال يعني على سبيل المثال جامعة الملك سعود والله قاعد تخطو خطوات جبارة يعني أنشأت وقف، أنشأت أيضا أوتيلات 5 ستارز، أنشأت يعني قاعات محاضرات ضخمة ومؤتمرات أيضا، يعني ما أتوقع أنه بتعجز عن إنشاء مثلا لو نادي رياضي لو مثلا كذا بناء على طلب الطلاب، يعني نزولا للاستفتاء نزولا لرغبات الطلاب أنشأنا لكم كذا، يعني كخطوة بيلقون تفاعل بيلقون يعني تغير أيضا على طبقة الفكر، فكر الطالب أيضا بيكون متفاعل نوعا ما، بيكون يعني لديه ارتباط وعلاقة مع الجامعة
بيكون يعني خايف على الجامعة. أنا أتوقع لو بيلقى منديل في الأرض والله نشيله حقيقة، يعني لأنه خلاص بيعتبره هذا بيته، هذا متنفسه، هذا مكان اللي يقضي فيه أحلى أوقاته سواء في العلم أو في الترفيه. فالاستفتاء، نوعية الاستفتاء بسألك يعني دكتور محمد، هل ستكون إلكترونيا؟ يعني معلش نشوف الطلاب ما يدخلون الموقع الجامعة إلا عن طريق، أو أنه داخل يبغى يطبع جدول انتهى الموضوع، كيف أن نخلي الطالب فعلا يعني ينزل إلى هذا الاستفتاء ويضيف أجوبته الصحيحة أو رغباته بالأساس؟ طبعا أول شيء مثلا الاستفتاء، في عدد من المستشارين في تصميم الأسئلة اللي هي الأسئلة الخاصة برأي العام، أو تسمى احنا عندنا الدراسات المسحية اللي تأخذ فيها رأي عدد كبير من الناس. فبعد ما يصمم الاستبيان إلكترونيا يضع في موقع الجامعة بطريقة بحيث أن الطالب لما يجي يدخل رقم الجامعي يظهر له الاستبيان، بس بأهم شيء أنه يكون الاستبيان عباراته قصيرة، عباراته واضحة، أكثر من سؤالين ثلاثة بالكثير، وعبارات غير وعبارات غير مركبة، يعني ما تقول له كذا وكذا وكذا ممكن ينسى، عرف. ويكون بعد ما يدخل رقم الجامعي يعني، أو يجبر أنه عشان يدخل رقم الجامعي أنه يجاوب على هالكم سؤال لمصلحته ولمصلحة الجامعة، وبعدين نقدر نأخذ هذه البيانات ونحللها إحصائيا ونشوف يعني توجهات الطلاب والطالبات. يعني أن نجبر الطالب أنه يجاوب على هالأسئلة، هذا مقترح أيضا جميل جدا. الطالب في حالة إدخال الرقم الجامعي في الموقع يطلع له مثلا أكثر من سؤال، هذا اللي تقصده؟ نعم. يجاوب عليه بعدين يفتح له مثلا صفحة الجدول، يعني هذه تكون قبلها. ممتاز، جميل. يصير هذا طبعا لو تسمح لي انا ما بي يعني انا ادري ان انت ملتزم. الاستاذ لما قال ان بعض الاباء والامهات ها زي ما تفضل حبيبنا هنا، ان اذا ما اخذ الطالب او الطالبه الجامعه خلاص حيضيع مستقبله، او انه لازم. طبعا هنا بعض المربين يعني بشكل عام، اتكلم بشكل عام يعني مو عن بشكل عام، يحتاجوا الى ارشاد وتوجيه. في عندنا نوع من اساليب التنشئه الاسريه الخاطئه، هذا لازم نوعي الأسر عليها. يا هي تيجي تقول لك أوفر ديماند، تسمى يعني أسلوب المطالب الزائدة، لازم تطلع الأولى، ولازم تأخذ ممتاز، ولازم تصيري دكتورة، ولازم تصير طيب، أو في أسلوب يعني أنت قاعد تفرض عليه وتعطيه لغة الأمر لكن ما أهلته ولا أهيأته يعني أنه فعلا يصبح دكتور، تعطيه البيئة المناسبة. وفي أسلوب تنشئة أسرية ثانية اللي هو الريجكتينج، اللي هو رفض الابن أو البنت، راح هناك واخر ماني فاضي لك يلا مشينا، صح، خليه يعتمد على نفسه بنفسه. افضل اسلوب للتنشئه الاسريه اللي يساعد ابنائنا وبناتنا، احنا دائما ندرس للطلاب والطالبات، اللي هو اسلوب تقبل الابن او البنت، تقبله حتى لو اخطا. صحيح. انا اتقبلك صحيح. انت از هيومن بين كانسان، بس ما اتقبل سلوكك إذا كان يعني غير مرغوب، وأحاول أوجهه أنه كيف يستثمر وقت فراغه وكيف يشد حيله، وأحاول أني أساعده يعني نعاني أنه يعرف نعاني منها دكتور. يعني محمد يعني الأسر يعني للأسف تلقاها بطريقة غير مباشرة، يعني ويوجه رسائل عنف لابنه ولكن بطريقة غير مباشرة، يعني هو ممكن فاهم التربية أنه لا بالصراخ بالزعاق بالضرب بالتأديب، هذه ممكن أنها تفيد للابن، لا هذاك أول زمن أول وفنى وخلاص وانتهى. الآن مرحلة أنه أنزل لمستوى تفكيره، أصقل أشيله معي، أشيله أو أرتقي، يعني أخليه يرتقي بفكر معين ممكن أنه يفيدني. دعني أتحدث معك دكتور محمد قبل ما ينتهي يعني الوقت، دور الآن يعني الجامعة في إنشاء أيضا مناشط أخرى، نرى متطوعين في الجامعات حقيقة ويقومون باجتهاد فردي، لا أحد يدعمهم، ما أحد يدعمهم، بالعكس لهم يذهبون للجهات الداعمة وأحيانا يرفضوهم، يعني في حلقة عديناها ومع متطوعين ولكن يواجهون يعني حقيقة تحديات كثيرة. يعني الآن بوجود هالمتطوعين وهم يعني مسخرين وقتهم ومالهم وجهدهم من أجل أعمال الخير، لماذا لا يفعل مثلا لهم أنشطة في يعني فترة نهاية الأسبوع يمارسون فيها هواية التطوع وأيضا يجمعونهم مع ذوي الخبرة ويدعمونهم أيضا؟ نعم ممتاز. طبعا احنا عندنا الأنشطة الطلابية زي ما انت عارف يا أستاذ أمر، ان بعضهم ان ينتهي دوامهم الى يوم الأربعاء مثلا، يوم الخميس والجمعة خلاص ما في شغل، صحيح، نعم ما في أنشطة. بعض الأحيان يفضل أنه على الجهات المختصة في الجامعات
انها تضبط مثلا رحلات، تضبط زيارات معينه، تضبط مثلا يعني بالعاميه كذا كشتات معينه او منظمه ايوه للطلاب، ها بحيث انهم يستثمروا وقت فراغهم يوم الخميس والجمعه بشكل مفيد، يطلعوا ينبسطوا سوا، وبنفس الوقت ممكن يحصلوا على معززات، ها ممكن ياخذوا على مكافآت في الجامعه، مسابقات معينه ياخذوها. يعني هذه بشكل كبير بيكون لها دور فعال في انه كيف الطالب والطالبه يستفيد. كمان لازم على الانشطه الطلابيه هذه توجه الطلاب والطالبات كيف يستثمر وقت فراغه. يعني بعض الاخوات والاخوان الطلاب والطالبات يجي الويكند نوم سهر للفجر ونوم طول النهار، لو بس يعني اخذ نوع من التوجيه انه كيف يقسم وقته وكيف يستثمره ممتاز. بعضهم حتى لو جيت درسته كيف يقسم وقته او هذا ما حيستفيد، بعضهم هو عنده يعني بحاجه الى مساعده، ها ممكن يستشير اخصائي نفسي او اخصائيه نفسيه. صحيح. ممكن تعطينا استشاره مجانيه دكتور؟ استشاره مجانيه، لان دكاتره يعني النفسيه غاليين شوي في الدفع. فهذه يلا مقدمه من برنامج استديو عالي مجانيه، استشاره مجانيه من الدكتور محمد قحطاني. دكتور محمد ابغاك تعطيني لو يعني نقطتين او ثلاثه نصيحه للطالب كيف ينظم وقته. ان شاء الله. استشاره مجانيه، اول شيء انت شخصيتك انبساطيه اجتماعيه جدا ما شاء الله تبارك الله، وابتسامتك جميله الله يحفظك. بالنسبه لي يعني بعض الشخصيات ها تكون نفس الشخصيه هي منغلقه على نفسها. صحيح. زي ما انت عارف احنا عندنا اقسام للشخصيه، ما نبي ندخل كثير في علم النفس. في الشخصيه الاجتماعيه المنفتحه للاخرين، في الشخصيه الانطوائيه. صحيح. في الشخصيه العدوانيه سايكوباتيك، ها اللي هي ضد في الشخصيه اللي ضد المجتمع انتي بيرسوناليتي ديس اوردر. في انواع الشخصيات. بعض الاحيان يكون الطالب او الطالبه عنده واحد من الانماط الشخصيه اللي تحتاج الى توجيه. المشكلة ما هي في وقت الفراغ، المشكلة هو في نفسه هو. صحيح. يعني ممكن ما شاء الله الجامعة وفرت له شيء كويس، أمه وأبوه وفرون، هو يحتاج إلى مساعدة بسيطة ويصير زي الفل. يعني فإذا راجع مثلا الطالب ممكن تراجع أخصائية نفسية توجهها، الطالب ممكن يراجع أخصائي نفسي يوجهها. مثلا من ضمن التوجيهات مثلا إذا الطالب